صباح الخير من جديد، مكملين معكم بأجواءنا الصباحية المميزة دائما عبر رؤيا. اليوم أو هلا رح ننتقل لأجواء فنية، أجواء من الروك العربي من فرقة كلام. أنا نصبح على فراس صباح الجمال، النور، كيف صباح الخير، حالك؟ شو الحمد لله أخبارك؟ تمام. وأيضا صبح بقاعي، أهلا كيفكم؟ أهلا وسهلا أهلا فيكم. تمام. بداية بدنا نحكي عن فرقة كلام، احكي لنا عن فرقة كلام لو بدنا نعرفها ونحكي عن بدايتها. هلا فرقة كلام فرقة أردنية بلشت بال 2006، كانت فكرة كتير بسيطة ومش قابلة للتطوير. بعدين شوي شوي شفنا إنه في ناس عم بطلبوا إنه يكون في تطوير. لا، كيف البداية؟ يعني مثلا كنت حابب نوع معين أنت وفراس الروك؟ هلا هو اللي جمعنا اصلا نفس نوع الميوزك اللي احنا بنسمعه، أوكي، فانه ليش ما احنا بلش التقليد، يعني انه بالضبط. وعزف يعني اغاني لباندات اجنبيه يعني. فبعدين انه لا، ليش ما نكون كرياتيف شوي واحنا نسوي الاغاني تاعتنا والناس تصير تسمعنا تغني الاغاني تاعتنا احنا يعني حلو، بالعربي. اوكي. هلا بتحسوا الفرقة لتوضحوا نوع الموسيقى اللي بتقدموها ولا لتوضحوا شخصيتكم بشكل فردي؟ خلينا نحكي هلا هو شهرة. انه بشكل عام احنا الاغاني اللي احنا بنسويها بتلاقيها انه تقريبا بتعبر عن شخصيتنا، بتعبر عن حياتنا، يعني اوكي شو بنحس احنا بالحياه بتلاقيها تطلع معنا باغنيه وهيك. اوكي انا هلا وصباح انتوا طبعا اللي جمعكم الروك، بالضبط. اوكي. شو اول عمل قدمتوه او بال 2006 كيف تبلورت كانت فرقة في كلام؟ اغنيه صبح الفها اسمها حنين، هاي هي اول اغنيه بلشت حنين. معاه. اها، بعدين من صبح. اوكي، بالضبط. صبح انت كمان بتكتب الكلمات للاغاني تقريبا؟ هلا هو الاغلب انا بكتب، بس الالحان دائما بتكون انا وفراس، انت وفراس. انه مثلا هو بحط البيس، يعني مش البيس الجيتار بيس، لا اها، بحط البيس الاساس. للحن، بسمعه بنعدل عليه، او انا بكون عامل إشي هو بسمعه بنعدل عليه عبين ما نوصل لإشي بالاخر انه هيك تمام هذا الفاينل. بالضبط. فبنبلش ندخل الانسترومنت الثاني، الدرامز كيف بده يفوت، البيس نوزع. جيتار كيف بده يفوت، اها، اذا كان في سنت، هاي الاشياء كلياتها بتصير اللي بمراحل شوي بتكون بعد ما نعتمد خلص اللحن هذا احنا بدنا نعتمده يعني. اوكي. بعد اغنيه حنين كيف، شو عملتوا؟ يعني ضلتكم شخصين ولا كترتوا لا بعد؟ هلا احنا اصلا من اغنيه حنين، احنا لما بلشنا اول كونسرت لنا كانت كنا كتار على كتار الستيج، كتار. وهذا الشيء مش كتير منيح يعني، بس انه ما في اكسبيرينس عندنا. بعدين لثاني حفله على طول صرنا خمسه، اللي هو بيس جيتار وجيتار ريدم وجيتار ليد والدرامر والفوكل. بدنا نذكر اسمائهم كلهم. هلا البيسست هو احمد ايوبي، هلا هو بتونس. الدرامر طه عثمان، هلا هو بفلسطين. ومين ضل؟ ليش متفرقين؟ ضل رعد طلع على امريكا. رعد طلع على امريكا كمان. يعني طلع هلا انتم فراس. فرقه كلام مكونه من شخصين ولا خمسه؟ هلا احنا كنا خمسه، خمسة صفينا اثنين. رجعتوا صفيتوا اثنين. بالضبط. يعني حاليا بس اذا في كونسرت انتم اثنين رح تكونوا. هلا الكونسرت اللي هلا عم اللي بدنا نطلعها هي اكوستيك نايت. اوكي. عبين ما احنا نرجع نشوف مين راح يكون معنا ممبر يعني جديد بالباند. بالضبط. اوكي. شو اللي خلى فرقه كلام فراس تكمل بعد 2006؟ شو كانت المراحل؟ كانت يعني انه حبنا وشغفنا للموسيقى بشكل عام، حبنا للاغاني وحبنا بشكل عام للستايل هو الروك عربي، فانه احنا كنا نحب هذا الشيء، انه ليش نضل نعزف لناس نحن بس نعزف لهم، ليش ما يصير هم يعزفوا لنا يعني، عرفت كيف؟ انه أوكي. بالضبط. فشوي شوي انا صبح بلش صبح يعني يفرجيني الاغاني اللي عنده، كثير عجبت بصراحه، في كثير حلوين يعني، بحسيت انه ممكن اذا عملنا شيء يطلع منا. اوكي. ف وطلع منكم. بالضبط، الحمد لله يعني اي ثينك انه عم بيطلع منه ما بعرف يعني. طيب هلا حنين كانت البدايه، بعدين شو الاغنيه اللي بعدها؟ هلا بعديها كان في اغنيه بس احنا هلا ما بنغنيها ابدا، اسمها كل يوم بقول. ليه؟ كثير نكد الاغنيه. عملت لكم حاله اكتئاب. يعني حتى احنا بنعزفها على الستيج انه بكون بطلع في راس ليش شو اللي بنعمله؟ هاي الاغنيه ليش بنعزفها يعني؟ مش حلوه يعني. فبعد هيك صار في فراس عمل اغنيه اسمها روحي. روحي بتضلك روحي، هاي باللهجة الأردنية البحتة. طب شو نسمع هلا منكم؟ ايش هو؟ بدنا نسمع اليوم نسمع بداية بداية بدنا نسمع كثير احنا. لما بشوفك ولا شو مشتاق؟ أي شيء. لما بشوفك. لما بشوفك. يلا لما بشوفك. لبناني؟ هي لبناني بس بدنا نسويها أردني. يلا. أوكي. لا يعني <تص->
بنسى حالي وينك انت بعت من ليالي انت بقلبي روحي وخيالي انت الضحكه تهدي لي بالي لما بشوفك بنسى حالي وينك انت بعت من ليالي انت بقلبي روحي وخيالي انت الضحكه بتهدي لي بالي ما تنسيني بعد ما تروحي بدي اياكي نسيني جروحي اه معلق قلبي فيك وروحي بهواكي وما في انا انساكي بيوم انساكي انا بيوم انساكي انا بيوم انساكي انا بيوم هذا مقطع صغير كثير حلوة. هلا عادة انت اللي بتغني؟ اه وبيكون في شويه مساعده من انا باك فوكال اضافه بالجيتار اه حلو الباك يعني هو بالاغلب كمان صبح بيعزف بيانو ان شاء الله صبح بيعزف يمكن سبع الات يعني اه والله مش كلهم منيح بس فاغلب بيكون هو بيانو بكون انا ورا الجيتار بكون انا الباك فوكال هو بيكون بيغني اوكي لما بشوفك امتى اصدرتوها وامتى سجلتوها هي لما بشوفك اتوقع بال 2007 اوكي وكان بالمره مش هيك يعني كانت لسه برضه ممله فانه لا بدنا حبينا تكون سريعه يعني. حماسيه وسريعه بالضبط بالضبط اوكي وحتى هي اصلا بالالبوم كثير اسرع من هيك كمان يعني اوكي وكيف حسيتوا الناس حبوها كيف حسيتوا هلا انا استغربت في ناس من سوريا وفي ناس من العراق انه على الفيسبوك انه نايس وهي الاغنيه انه هي كثير حبيناها وانه في واحد عازفها مصور حاله هو بيعزفها وبعت لي اياها يعني انبسطت اكيد حسيت يعني حتى هاي بالالبوم بالذات يعني ريكوردينج خاص كان يعني مستحيل ضلك قاعد لازم تنطي يعني ما تقدر اوكي وبعد لما بشوفك شو كانت المرحله؟ بعدها كانت دمار عاطفي انا كنت مدمر عاطفيا فغنيت دمار عاطفي لا انا وفراس يعني بتصدف انه يا انا وياه بنكون مبسوطين كل شيء تمام بالحياه يعني احنا الاثنين بكون كل شيء دائما اغانيكم تعكس حالتكم النفسيه بالضبط اكيد دايما. اكيد اصلا ما بطلع معنا شيء يعني مثلا لما نحاول نقعد نكتب انه مثلا فراس تعال نكتب عن شيء معين احنا مش حاسينه مش عايشينه ما بيطلع حلو على الفاضي لا ما راح يطلع اصلا مستحيل يطلع اما لما الواحد انت بيطلع معك بالضبط اوكي فراس احكي لي عن الكونسرت والحفلات اللي شاركتوا فيها فرقه الكونسرت والحفلات شاركنا فيها شاركنا بدايه كانت اي ثينك بال 2007 شاركنا بالفرنش كلتشر بالبلو فينك كانت بعدين شوي شوي بلشنا نعمل احنا كونسرت خاصة لنا فينا بمسرح البلد ومختلف الرمال حلو وكان لكم مشاركة كمان بمهرجان الأردن بالضبط طبعا بعديها شاركنا مهرجان الأردن شاركنا بسوق جارة شاركنا كثير يعني أعتقد إيفنتس كثير شاركنا إيفنتس بس نقدر نحكي إنه مهرجان الأردن وسوق جارة هم أكبر هم كان أحلى شيء كمان أوكي الصبح في عندك هيك فيدباك معين أو خلينا نحكي رأي حابب تحكي عن الفرق في الأردن كيف تعامل في المهرجانات قد في تفهم للفن اللي بتقدموه هلا في مشكله هلا احنا ما بدنا نحكي عن اي حدا بس بتوقع انه لما نحكي عن مهرجان الاردن لازم يكون بنحكى عنه بطريقه كثير مرتبه يعني هذا مهرجان الاردن مش اي شيء يعني يقارن مهرجان قرطاج وبمهرجانات كثير كبيره فالمنظمين لهذا الشيء لهذا المهرجان لازم يكونوا على دراية بالفن بالضبط إن هم داخلين على شيء كتير كبير ولازم يبرزوا المواهب الموجودة بالضبط ويكونوا هم أصلا يعني قادرين إنه يكونوا قد الموضوع مزبوط مثلا صار في أكثر من شغلة بالمهرجان إنه كإكوبمنت كانت كتير ضعيفة الدعاية كانت ما بدي أحكي ضعيفة ما كان في دعاية ما اهتموا بالأردنيين اهتموا بالفرق الثانية اللي جاء من برا طب هذا اسمه مهرجان الأردن طب ليش ما إحنا بمهرجان الأردن نحاول إنه اللي عنا الشباب في عنا معبى مواهب وكثير في عنا ناس حابين يساووا إشي وفي يعني بس ما في يعني إنه ناس
يشوفهم او انه يرعاهم او اها بتحس الاهتمام مش موجود للفرق ولا خلينا نحكي الفن الاردني كان؟ لا هلا كلمه فرقه وللفرق بشكل خاص، كلمه فرقه بالاردن انه ايش مش مفهومه يعني؟ شو بتعملوا يعني؟ انه بترقصوا بتمثلوا مين انتوا؟ انه لا بنغني اوف عندنا بالاردن ناس بغني عندنا ناس بغني شو هينا يعني وفي ناس غيرنا كثير يعني وفي ناس انه هلا بتوقع انه الالبوم تاعونهم عم بنباعوا بكندا وبريطانيا وشغلات يعني وصلوا لمرحله كثير منيحه. صحيح. فراس بتحس انكم تشكلوا فرقه اردنيه مخاطره؟ لانه زي ما حكى صبح في نوع من عدم التفاهم. هو مش مخاطره بس هو زي ما حكى لك انه مفهوم فرقه عندنا يعني تلاقي اغلب الفنانين بيطلعوا باساميهم انه ليش طب ما احنا نطلع بعمل مشترك كلياتنا مثلا خمسه بنقدم فن حلو يمكن خمسه ينقص منه واحد بطل حلو بس خمسه يكون احنا مع بعض كل واحد بيطلع مثلا كونسبت معينه نجمعها بفرقة بتطلع لنا شيء حلو، فالأغلب زي ما حكى لك إنه أنت فرقة شو بتعملوا يعني أنت؟ طب ليه الفرق مظلومة؟ ليه مش عم تاخذ انتشار وشهرة وإذا انتشروا عمرها قصير؟ يعني أنا بحكي لك بصراحة مش مشاكل اللي أي فرقة ممكن تواجهها وآي ثينك إنه أغلب الفرق رح تجمعني بهذا الرأي إنه بدك دعم، بدك يعني مثلا بدك تشوفي ناس إنه مثلا كيف ممكن تيجي شركة تدعم واحد تشوف صوته حلو مثلا أوكي. تدعم أوكي؟ طيب إحنا فرقة مثلا يعني إن كان واحد يجي ممكن يدعمنا مثلا أز يعني زي مثلا ندبر لكم استوديو تعزفوا تسووا تعملوا اعتقد انه هاي الشغلات عندنا نفتقدها عشان هيك احنا هلا بنفتقدكم انتم 13 اغنيه انتاج خاص صح؟ طبعا ما كان في اي نوع من الدعم المادي؟ لا ما في بس انه بتقدر تحكي انه صبح بالمسرح البلد يعني من اي ناحيه؟ لا مش الدعم اللي يعني ما كان انا الدعم اللي بحكي عنه دعم مثلا انه هي يلا في استوديو تعالوا سجلوا اغانيكم شو بيطلع انتم طلعوا سي دي ونحن بنجي لكم اياه بنسوي عرفت كيف؟ يعني احنا مش جايبينش ببلاش احنا برضه مقدمين فن يعني عرفت كيف؟ احنا عم نقدم شغله. طب كيف رح تشتغلوا على هالموضوع؟ يعني كيف رح تدعموا اسم فرقه كلام اكثر؟ هلا يا انه احنا بنكون نتكفل بالموضوع يا انه والاغلب هيك هو على الاغلب هيك لانه ما حدا ما بعرف او انه مثلا احنا من شغلنا بصراحة هذا الموضوع صار تحدي يعني خلاص بدي امسك السي دي بدي اسجله احطه بالآلة حلو التحدي حلو بيطلع ابداع كمان التحدي مش غلط انه بتحدي انه بدنا نسوي البوم واحنا هينا ماشيين بالالبوم صح انه احنا كثير متاخرين بس انه احنا مبلشين اني ابلش بشيء احسن من اني ما ابلش او احكي يا ريتني بلشت اوكي بدنا نسمع كمان اغنية شو مشتاق ولا ايش ثاني شو مشتاق اختار موال على البال
مجروح طال بعدك يا حبيبي طال نادي يا حبيبي صار الصوت مبحوح خلص الحكي كل الكلام انقال كثير حلوة. في عدة فرق موجودة حاليا على الساحة الأردنية والعربية، كيف رح تتميزوا؟ شو بيميز فرقة كلام؟ احنا في راس الصباح. شو بيميز الفن اللي بتقدموه؟ هلا احنا كثير هيك يعني بحس انه لما نغني اغنية حركة هيك وفي حركة وانه تخلي الواحد من جوا يتحرك بنحركه بطريقة غير يعني بتوصلوا للمشاعر بطريقة أعمق بالضبط خصوصا بالأغاني اللي بتحرك انه اللي كثير سريع مثلا الفرحة بالضبط انه بنحس انه هيك فيها شيء احنا بنسويه زيادة. زي شو أغاني فرحة عندكم؟ روحي فرحة على روحي روحي رح نختم معناته بروحي. بس مين أطلق كلمة كلام أو فرقة كلام؟ هلا كلام هي أنا بلشت فيها كفكرة كثير صغيرة ولولا فراس ما كان كبرت كمان. هلا كلام اللي هي انه هي تواصل بين الناس بيكون عن طريق الكلام. بس ممكن يكون في اثنين هم ما بيحكوا نفس اللغه فما يقدروا يتواصلوا فاللحن هو اللي بكمل الكلام مع اللحن. فانا ممكن اني اسمع اللحن لو اغنيه انا مو فاهمها برضه راح اسمعها لانه لحنها هو اللي جذبني اول شيء وخلاني اسمعها يعني. اللي بلفتك اللحن ولا الكلمه؟ اول شيء اللحن بعدين الكلمه. اللحن طبيعي. اللحن بعدين فراس. انا اكيد كمان لحن. اللحن نفس الشيء. طيب في منافسه ولا بتحس انه انتم منفردين على الساحه؟ لا في منافسه. لا في منافسه حالية. طبعا لو ما في منافسه ما في تطور لاي باند يعني في لازم المنافسه. لازم المنافسه طبعا. من الملل. طبعا صح؟ طبعا طبعا المنافسه شيء ضروري يعني بين 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 البندات عشان يعني اذا بتلاقي في تطور ما بتلاقي واحد تطور طبعا مين بدي انافس عشان اتطور؟ مزبوط صح لانه في منافسه في تطور دائما. اوكي رح تحكموا على نجاح الفرقه خلينا نحكي بانتشار الاغنيه ولا الاسماء بشكل فردي ولا فرقه كلام؟ يعني ايش ببسطكم انه ينذكر اسمك او اسمه او ينذكر اسم الفرقة؟ أنا بالنسبة لي لا لما ينحكى فرقة كلام ما راح يهمني إذا والله كنا على الستيج وناس نادى فراس بالعكس راح أكون مبسوط إنه فراس أنا صاحب فراس عادي يعني إنه بكون ماشي مثلا يمكن أكون ماشي مع فراس حدا يجي يسلم على فراس ما يعرفني أنا إحنا مش كتير معروفين يعني بس إنه في عنا فانس وهيك وهذا فممكن حدا يسلم على فراس انه يا انا صاحب فراس انه هو بغني يعني حتى مره كنت عم بعزف مع شاب صاحبي فعم بغني اغنيه من اغانينا فلقيته حافظها ولقيته بيعرف كيف يعزفها بالطريقه فانه انبسطت انه نشوف كيف يعني حلو هاي في ناس عم بيعزفوا لي يعني مزبوط هلا يعني لكم 5 سنين تقريبا تقريبا بتحس وقت كافي لتواصل يعني بتحس قليل ولا كثير انه المفروض كان احقق شيء اكثر ولا منيح نسبيا هلا لا هو كوقت احنا كثير طولنا احنا كان لازم يكون واصلين لشيء اكثر من هيك احسن من اللي احنا فيه بس هذا الشيء اكيد يعني في اسباب انه احنا كنا دراسه ما بنقدر نترك دراستنا ونلتهي بشيء راح بهذا الوقت بالذات يعني راح يخلينا نتراجع يعني الحياه اولويات بعد ما خلصنا دراسه صار في عندنا شغلنا فبرضه كمان الحياه اولويات فصفت الباند هي المنفس الوحيد بالحياه منفس بالضبط بس صعب يكون تفرغ تام يعني مش راح تتركه تفرغ تام اكيد صعب اكيد صعب صعب ولسه امبارح كنت نحكي فيها فراس انا نفسي انه تصير مثلا هاي حياتي بالضبط انه شيء انا بحبه عم بشتغل فيه كثير بحبه عم بشتغل بس فيه بس صعب لانه لسه هلا هو احنا بصراحه على الطريق يعني ان شاء الله يعني مش احنا نشوف يعني شو بصير معنا. طيب بما انه اليوم سبت والناس معطلين يلا نسمع شيء هيك بفرح. ايش شيء بفرح؟ روحي روحك روحي بده يغنيها في راس الحال. يلا في راس اوكي لها قصه هي روحي بس احنا مش راح نحكيها. لا راح نحكيها هلا. كل واحد يحكي لي عن تجربه الحب بحياته. اوكي بعدين معكي انتي والله جننتيني
مش عارف ايش اسوي بحبك لو عتيني كل ما باجي بمزح معك دغري بتصديني والله حالتي حالي والله لا يورجيكي بعدين معك انت والله جننتيني مش عارف ايش اسوي بحبك لو عتيني كل ما باجي بمزح معك دغري بتصديني والله حالتي حالي والله لا يورجيكي وبسمعك روحي وبتضلك روحي أنا وقلبي السهران وإذا بدك داوي جروحي بكلمة لقلبي العطشة فالروحي وبتضلك روحي أنا وقلبي السهران وإذا بدك داوي جروحي بكلمة لقلبي العطشة هي هيك يعني طب مين هاي اللي غلبتك؟ ولا لازم يعني مش شرط يكون شخصي الموضوع بشكل عام لا ما عندي مشاكل يعني هي الأغنية اسمها أصلا مش روحي فالروحي اسمها فالروحي بتضلك روحي بس وصلت الرسالة وصلت الرسالة طيب ايش في مشاريع مستقبلية لفرقة فراس بده يتجوز بعدين بده يعمل بيت هيك خربت عليك بالمعجبات والله خربت ولا معجبات ولا عشرة شجرة مساكين نحن هلا بالنسبة للباند زي ما حكيت لك في الالبوم لازم يخلص هذا هو اول شيء حاطينه قدام عيوننا حتى انه في كثير حفلات احنا ما عم ننزل عليها مشان زي في فتره انه بدنا نبعد مشان لما ينزل الالبوم انه امتى رح ينزل هلا لسه احنا مش عارفين في 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 اكثر في اغنيتين او ثلاثه لسه ما خلصوا ما لمسوا يعني ف بالنسبه لانه الالبوم هذا لساتني انا نفسي مش عارف امتى بده يخلص ممكن المشاكل الشخصيه تاثر على فرقه كلام بينكم لا هلا لانه احنا اصلا بوقت التمرين بنتدبح يعني كثير مشاكل كثير يعني بس يعني ممكن بترسل. انا اغلط 15 مره وعادي يعني. عادي يعني ممكن صباح يغلط 100 مره اوكي عادي بس انه خلص برا بس شوفي يعني بصراحه يعني زي ما تحكي انه انا وصباح صرنا يعني صرنا 5 سنين بنعرف بعض يعني ف كل يعني كل شخص كل صفاته انا يعني خلص تعرفه هو كل صفاتي عارفها فخلص يعني شو بيعمل وشو ما اعمل زي اخواني يعني اها يعني هلا انتم 2 ما رح تكونوا 5 صح؟ لا هلا احنا اكيد رح نرجع 5 رح ترجعوا 5 اكيد لانه لما نطلع لايف لازم يكون تحت اسم كلام باند احنا 5 اوكي كل التوفيق ثانك يو كثير كلام في راسي وكمان نشكر قناه رؤيا انا بصراحه انه دائما في عتب على الاعلام وانه انتم عم كل يعني بشوف كل يوم عم بطلعوا حدا ما حدا وكثير شيء منيح حدا بدنا نجاحات بدنا هيك ترفعوا راسنا ان شاء الله ودائما هيك نلقي الضوء على الفن اللي بتقدمه الفرق الاردنيه وايضا صبح بقاعي بدي اشكركم وعلى سيره كلام كان المفروض يكون معنا شاعر من مصر هشام لكن للاسف اعتذر ما راح يكون موجود معنا ان شاء الله بحلقات لاحقه يكون معنا على الهواء مباشره باشعاره المميزه شكرا لكم يعطيكم الف عافيه نورتونا كملين معكم دنيا يا دنيا طبخه مميزه من شيف ماهر استناكم بعد البريك خليكم